السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. النهاردة يا أولاد هناخد إيه؟ هناخد التنوين. يعني إيه التنوين ده؟ اسمه التنوين، محدش يقول التلوين عشان في ناس كتير قوي بيقولوا التلوين. لا، اسمه التنوين. يعني ايه التنوين ده يا ولاد؟ التنوين ده يا ولاد عارفين كده لما احط اخر مثلا الكلمه حاجه كده تجملها كده وكاني بغني. يعني التنوين ده عباره عن ايه مس؟ عباره عن نون ساكنه بتلحق باخر الكلمه. يعني ايه بقى النون دي؟ بكتبها في اخر الكلمه؟ لا، بكتب نون بايديا؟ لا خالص، انطق نون ببقي ما بكتبهاش بايديا. يعني التنوين ده يا ولاد عارفين صوت مثلا الموتوسيكل مثلا لما بيعمل عن 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 عن، شايفين كده ان انا بعمله؟ طيب هو كده برضو الكلمه. يعني مثلا ممكن اقول ايه؟ اسدا. شايفين انا بعمل ازاي؟ مثلا اقول قلم. شايفين الغنه اللي انا بقولها في الاخر دي يا ولاد؟ طب انا بكتب انا كاني بنطق نون، بكتبها؟ لا، انطق نون بوبو ايه ما بكتبهاش بايديا. طيب عندنا اغنيه كده يا ولاد للتنوين، ايه هي بقى؟ انا التنوين، انا التنوين، انا التنوين يا حلوين، صوتي رنين، صوتي رنين، صوتي رنين يا حلوين. والاطفال كمان عارفين تنوين بالفتح يعني فتحيتين، تنوين بالكسر يعني كسرتين، تنوين بالضم يعني ضميتين. يعني ايه بقى يا مس؟ انا مش فاهم حاجة. تعالوا كده نشوف يا ولاد القصة الحلوة اللي قصادنا دي هتفهمنا يعني ايه فتحتين وكسرتين وضمتين. احنا طول عمرنا واخدين فتحة كسرة ضمة. انتي يا مس ما قلتلناش نحط جنب الفتحة فتحة تانية، ولا نحط تحت الكسرة كسرة تانية، ولا نحط جنب الضمة ضمة تانية. ايه ده بقى؟ طيب كان يا مكان كان عندنا عائلة جميلة جدا يا ولاد. العائلة دي ربنا رزقهم بتلات اطفال. بتلات ايه؟ اطفال. اول طفل يا ولاد اسمه ايه؟ اسمه التنوين بالفتح. شايفينه يا ولاد اللي هو واقف في النص كده عليه عصاية؟ طيب التنوين بالفتح ده قصته كانت عاملة ازاي؟ كان شقي جدا يا ولاد. فاكرين القصة بتاعت الحركات القصيرة لما قلت لكم ان الفتح ده كان شقي وعمال يتنطط من فوق الترابيزة؟ نفس الكلام في التنوين بالفتح، لكن ده فتحة واحدة، لكن التنوين بالفتح هنا ايه؟ فتحتين. المهم يا ولاد قعد بقى يتنطط من فوق الترابيزة ويتنطط بقى. المهم ايه اللي حصل له؟ وقع واتكسرت رجله. اللي حصل له المرة دي؟ وقع واتكسرت رجله. قعد يعيط جامد جدا بقى، وراح عند الدكتور. راح قال له ايه؟ للأسف بسبب الشقاوة دي انت بقى بصراحة مش هتمشي غير بعصاية. مش هتمشي غير بايه؟ بعصاية. طيب الا؟ طب انا مش هتخلى عنها خالص، مش هسيبها ابدا، هفضل طول عمري ماشي بعصاية كده؟ لا، انت هتتخلى عنها لو قعدت على كرسي من الكراسي. مش احنا يا ولاد لما بنشوف مثلا راجل كبير عجوز ماسك عصاية مثلا لما يجي يقعد على الكرسي مش هو بيسيبها عشان هو خلاص قعد على الكرسي وبيركنها جنبه؟ كذلك التنوين بالفتح يا ولاد. طيب ليه هما الكراسي؟ هنعرفهم دلوقتي، بس انا هقول لكم القصتين التانيين. عندنا بقى التنوين بالكسر. التنوين بالكسر ده كان شطور كده وجميل خالص خالص، وكان مؤدب وبيسمع كلام المعلمه وكان بيسمع كلام مامته وباباه. كان بس بيتكسف كده وينزل تحت الايه؟ تحت الكراسي. مثلا يجي حرف كده يقوم ياخده وينزل تحت الكراسي. زي ايه يا اولاد ما خدناها؟ زي الحركه القصيره اللي هي الكسره، بس ده هيبقى كسرتين. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل وهننطقه ازاي. طيب التنوين الثالث بقى التنوين بالضم. التنوين بالضم ده كان عسول خالص وعنده بقى روح مريحه ونشاط، كان بيروح ينط فوق الحروف. شفت هو يعني شطور ازاي؟ طيب التنوين بالضم ده بيطلع فوق الحروف، طب انطقه ازاي؟ هنشوف دلوقتي يا ولاد. بصوا بقى، مش انا قلت لكم التنوين بالفتح اقول لكم دلوقتي ايه اللي بيحصل فيه؟ احنا قلنا ان هو راح عند الدكتور وقال له مش هينفع تمشي غير بالعصاية. عندنا كلمة يا ولاد اسد. اسد صح؟ انا عاملة ايه؟ حط على اخر حرف ايه؟ تنوين بالفتح، عشان المفروض انا هنطقها ازاي؟ اسدا. شايفين؟ اسدا، الدال فتحت بقي فيها بقت اسدا دن. طب يا ميس ايه ده؟ ايه العصايه اللي بعديها دي؟ العصايه اللي بعديها دي عشان احنا قلنا يا ولاد التنوين بالفتح لازم يمشي بعصايه، عمره ما هيتخلى عنها الا لو قعد على كرسي من الكراسي. مش انا قلت كده؟ عشان كده ظهر لنا اسدا. حطيت التنوين بالفتح على الدال بس عملت الايه؟ العصايه بعدها. طيب بصوا كده يا ولاد، ملاحظين يا ولاد ان التنوين ده لازم يجي في اخر الكلمه؟ ملاحظين؟
طيب بصوا بقى يا شطار يا حلوين، كلمة ايه؟ مدرسة عليها تنوين بالفتح اللي هو الشقي اللي هو اتكسر ولازم نحط له عصاية. ليه هنا يا ميس مش حاطه له عصاية؟ عشان دول بقى يا ولاد الكراسي. الكراسي دي يا ولاد لو لقيتها في اخر الكلمة معنى كده ان التنوين بالفتح بيستريح وهيتخلى عن العصاية بتاعته. مدرسة التاء المربوط عليها تنوين ومش حاطط وراها عصاية. سماء مفيش وراها عصاية. ايه العصاية دي اللي هي الألف؟ انا قصدي بيها يا ولاد الالف اللي مش بيبقى عليها همزه خالص. ملجأ ان يبقى ايه هم الكراسي يا ولاد؟ التاء المربوطه والهمزه والالف عليه همزه. شطار ممتازين. طيب ايه التنوين بالضم ده؟ سهل جدا. قلم. قلم عليه ايه ده يا ميس؟ عليه ضمه وضمه. انطقه ازاي؟ فاكرين كنا مثلا لما يكون فوقيها ضمه واحده كنت بنطقها ازاي؟ قلمه. لا الضمتين هتخليني اعمل غنه كده في اخر الحرف. قلم قلم انطق نون ببقي ما بكتبهاش بايديا. اوعى النون تضحك عليكم وتخليكم تكتبوا قلم ميم وراها نون. غلط كده، النون ضحكت عليكم. طيب التنوين بالكسر بقى يا ولادي ايه؟ بيتين بيتين. شايفين كاني نطقت التاء تحتها كسره بس انا حطيت عليها الغنه طالما فيها كسرتين. بيتي. لا بيتين بيتين. شطار. طيب بيجي لنا زي في الامتحان مثلا عندنا كلمة أسد. أسد صح؟ أنا عايزة أنونها مرة بالفتحة أهي أسدا. حطيت تنوين بالفتحة على آخر حرف بس العصاية لازم تيجي وراه. هو ده كرسي يا ولاد؟ ده تاء مربوطة. طب ده همزة. طب ده ألف عليه همزة. لا ده آخره دال. الدال ده مش كرسي من الكراسي معلش. يبقى في التنوين بالفتح لازم يجي عليه إيه؟ العصاية. بعديه العصاية اللي هو الألف. طيب لو عايز احط تحتيه كسرتين يا ولاد هيبقى اسد اسد. طب لما احط عليه ضمه ها؟ اسد اسد. شايفين يا ولاد التنوين؟ تنوين سهل جدا. طيب تاني كلمه، كلمات كتاب، احط تنوين بالفتح. برافو شطار انا سامعاك. ولازم نحط العصايه يا مس اللي هو الالف. بصوا الالف مشبوكه ازاي في الباء؟ عشان الباء دي يا مس ولا تاء مربوطه ولا همزه ولا الف عليها همزه، مش كرسي من الكراسي. كتابا كتابا. طب التنوين بالكسر؟ كتاب كتاب. برافو. طب التنوين بالضم؟ كتاب كتاب. شطار. طيب بصوا قطه بقى يا ولاد اخرها حرف ايه؟ التاء المربوطه. ده كرسي يا مس. بصوا في التنوين بالفتح قطه مش هنحط عليه العصايه. طيب التنوين بالكسر كده كده اصلا التنوين بالكسر ما بياخدش عصايه ولا التنوين بالضم قطه دين. طب التنوين بالضم قطه دون. طيب حقل حقل هتبقى التنوين بالفتح. اللام دي تاء مربوطه؟ لا. همزه؟ لا. الف عليها همزه؟ لا. طيب هنزود لها الف هتبقى حقلا. شايفين يا ولاد اللام عليها الفتحتين والالف لما شبك في اللام بقى عامل بالشكل ده يا ولاد. لام الف كده حقلا حقلا. طب الكسر حقل. طب الضم حقل. ماشي يا ولاد يلا سلام مع درس جديد ان شاء الله.